فإذا نستمع إلى الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكرع والعشب الكثير وكانت منها أجابر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كلأ كذلك مثل من فقه في دين من فقها أو من فقها يجوز على الجهات. نعم. كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة خيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. نعم. إذا انظروا إخواني في الله إلى هذا الحديث وهو جواب على سؤال يكثر من قبل بعض الطلبة. من يعرف هذا الحديث ماذا يجيب على سؤال يكثر عند الطلبة؟ من يعرف؟ من يذكرنا؟ تفضل. لما جميع الطلبة لا يأخذون أو لا ينتفعون من الشيء بالحجم الواحد. نعم أحسنت. هذا سؤال يكثر فكثير من الطلبة يجالسون الشيخ سنين طويلة فإذا هم بعد 20 سنة منهم من تراه كما كان يعبر شيخنا الألباني بقوله مكانك راوح لا يتقدم ولا يتأخر مكانك راوح ومنهم من يتقدم ويتقن ويعلم ويدرس ويؤلف ويحقق وفق علم ووفق نفع للأمة ومنهم من تقدم قليلا ومنهم من انتكس ومنهم من حمل العلم سقط ثقافة لا تعليما وتطبيقا وديانة. هذا الحديث يصنف الناس اتجاه الدروس واتجاه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجاه فقه الكتاب والسنة هذا هو حالهم فنفوسهم لها صلة بتقدمهم أو لا فالنفوس الزكية لا توازي ولا يوازيها في التقدم النفوس المريضة ومن وفق إلى نباهة وذكاء وحرص وتعب وجد وإقبال وثبات فلا يقاس بمن تراجع وانتكس وتقهقر وانشغل بما هو فان. يا عباد الله لما ننشغل بالفاني عن الباقي؟ فعندما قال أبو هريرة رضي الله عنه وسوف يأتينا قال يقولون أن أبا هريرة أكثر أي أكثر الحديث فإن إخواننا قد شغلهم الصفق في الأسواق وجمع المال ولقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على ملء بطنه فقط، لا أطمع ببيوت ولا ركوبة ولا بجاه ولا سلطان، وإنما فقط ما أحتاجه من قوام حياتي حتى أبقى أتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات الجميع، فكان أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين من الحديث من سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومن سماعه من الصحابة بواسطة. فإذا جعل الصحابة واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوض الأحاديث التي فاتته. فإذا الدنيا والعلم برتان لا يجتمعان، وقد ترمي الدنيا وتلحق بك يا عبد الله. فإذا وجدت من نفسك سنين ولا تتقدم فحاسب نفسك واتق الله عز وجل، وانظر إلى همتك وثباتك وعلو مراقبتك لله جل في علاه.